السلام عليكم، معكم التلميذ علي إيليا. السلام عليكم، معكم طالب عباس صفي الدين. المشروع بيحكي عن إعادة تدوير الكمبيوتر. أغلبية منكم ما بيعرف شو موجود بقلب الكمبيوتر. الكمبيوتر بيحتوي على كنز كتير غالي، على مواد ثمينة ومواد يمكن مفقودة قليلة حتى نشوفها. رح تستغرب ليش عم نحكي عن الرياضيات والكمبيوتر. الكمبيوتر بيحتوي على قطع كتير ذكية اللي هي المعالج. المعالج هي أداة بتقدر تحل لنا معادلات رياضيات بسرعة عالية جدا. الخطوة الأولى هي إنه نحن جمعنا الكمبيوترات اللي بقلبها قطع مضروبة وخلفان يلي ما في منها فايدة. الكمبيوترات اللي نحن جمعناهم هون أكيد ما في منهم فايدة حتى يستعملوا. الخطوة الثانية هي الهدف من جمع الكمبيوترات الخلفانة هي تفكيكها واستخراج منها المواد السمينة. هلا لا تعرف شو هي المواد السمينة اللي بقلب الكمبيوتر. الخطوة الثانية اللي هي أهم خطوة إنه نحن نستخرج المادة السمينة اللي هي الذهب من قلب الكمبيوتر بطريقة علمية بدون إتلافها أو جرحها. الخطوة الرابعة، بعد ما جمعنا القطع اللي بتحتوي على مواد الذهب، بدنا نفصل الذهب عن البلاستيك عبر مواد كيميائية أسيدية. الخطوة الخامسة هي من بعد ما نحن استخلصنا الذهب من قلب الكمبيوتر فصلنا البلاستيك عن قلب الذهب، هيك نحن بنكون قدرنا عم نعمل عملية إعادة تدوير للقطع اللي بقلب الكمبيوتر، ومن بعد ما بعناه هون أكيد حنكسب مبلغ عالي. هذا الكمبيوتر بيحتوي على مواد كثير، منها هي السي بي يو اللي هو المعالج ما يحتوي على 10 جرام ذهب تقريبا. عندنا الرام بيحتوي على 4 جرام تقريبا. عندنا البي جي آي بيحتوي على 6 جرام تقريبا. يعني بالكمبيوتر الواحد قديش يطلع على هذا الهدف؟ تقريبا الكمبيوتر الواحد وان كمبيوتر بيكبر 10 زائد 6 زائد 4 يعطينا 20 جرام ذهب تقريبا. طيب سؤال بس، نحن بنقول انه عندنا ثلاث كمبيوترات هول اللي قدرنا نحصلهم، قديش فينا نعرف قديش بقلهم؟ نحن طلع معنا بالوان كمبيوتر بيعطينا 20 جرام تقريبا، اذا عندنا ثلاث كمبيوتر ليكوات 3 ضرب 20 ليكوات 60 جرام ذهب تقريبي. كل ما زاد الكمبيوترات كل ما زاد حجم الذهب. يمكن عم بتساءل شو خص المعالج، يعني شو خص القطع اللي موجوده بالكمبيوتر مع الذهب. اهم شيء نحن انه نركز على فكره تفهم ليش في ذهب بقلب القطعه. اولا عندنا السي بي يو يلي هو المعالج، هو اغلى قطعه بالكمبيوتر، اغلى قطعه لانه هي اكثر قطعه بتحتوي على كميه ذهب. هيدي الخلفية لإلا من الميلتان هي بتحتوي على ذهب، أو حيالله قطعة بقلب الكمبيوتر بتحتوي على ذهب هي من غاية معينة. أولا هي نقل الكهرباء السريع، عنا الذهب هو أكتر مادة تنقل الكهرباء بسرعة. ثاني شغلة لجودة صناعة القطعة، يعني لنقول نحن حاطين حديد يمكن بدل الذهب بقلب السي بي يو يلي هي أغلى قطعة بالكمبيوتر، يمكن يصد الذهب يمكن يصد الحديد الموجود فيها. ثانيا عنا قطعة الرام كمان هي موجودة بقلب ذهب، هي كمان موجود بقلب الذهب لغاية معينة، هي لتبريد القطعة، لأنه لو أي نوع حديد تاني مش هيتحمل الحرارة اللي بدها تتحملها السي بي يو أو الرام.
ثالثا عندنا قطعه الفي جي اي. قطعه الفي جي اي اطرافها ذهب لانه هي بدها تقعد بالكرسي اللي لها، يمكن بس بدنا نقعدها بالكرسي اللي لها تتضرر الحديد الثاني لو هو نوع ثاني، اما الذهب ما بيتضرر. كان تركيزنا كله على المعالج اللي هو اهم ماده بالكمبيوتر واللي بيحتوي على مواد كثير من الذهب. بيختلف معالج من معالج لمعالج، في عندي معالج بيعطيني 3000 عملية حسابية بالثانية، في عندي معالج بيعطيني 4000 عملية حسابية، في عندي معالج بيعطيني 5000 عملية حسابية. كل ما زاد نسبة المعالج بيعطيني عمليات حسابية أكثر، كل ما زاد سعره، كل ما زاد كمية الذهب بقلب. هذا المعالج بيعرض لي على الشاشة عمليات حسابية بلغة الزيرو وان. كلنا بنعرف إنه لغة الزيرو وان هي لغة الكمبيوتر. أكيد نحن بنتشكركم ونتشكر حسن الاستماع لنا، ورجاء خاص ما حدا يشتغل الشغل اللي كنا اشتغلناه هو بالقطع الموصولة بالكهرباء، مثل ما شفتوا نحن كل القطع اللي كنا عم نشتغل فيها مقيوم بالكهرباء، وأكيد في رقابة خاصة من أستاذ علينا اختصاصه بهالشغل. بدي وجه تحية كثير كبيرة لدار الصادق والأساتذة المساهمين بإنجاز هذا المشروع، وإن شاء الله نكون قدمنا خدمة اجتماعية للمجتمع، والسلام عليكم ورحمة الله.